مبادرة كتف في كتف في المحافظات. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مهندس أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة مصر. أهلا بحضرتك معنا. بداية، مبادرة مهمة في توقيتها وفي تفاصيلها أيضا التي تشتمل على محافظات الجمهورية كافة، إطلعنا على تفاصيل هذه المبادرة وأهميتها أيضا. احنا المبادره والشغل اللي احنا بنعمله وخاصه المبادره الكبيره العظيمه كتف كتف اللي موجوده، يمكن يعني بنخطط ان هي تبقى موجوده في كل محافظات مصر. الحقيقه لو انا بتكلم عن كتف كتف فهي شقين، شق ليه علاقه بالمواد الغذائيه وشق ليه علاقه بالامل واعطاء الامل للناس. اتكلمت على شق هو المستهدف زي ما جاب تقرير كده 4 مليون كارت غذائي. ده بطريقه مع اتصالات الصناديق الغذائيه، في طريقه ثانيه اللي هي عن طريق كارت الفير او عن طريق اكواد الكترونيه بتوصل للمستفيد، فبيتم عن طريقها اي مستفيد بيروح بالكود الالكتروني ده لاقرب سوبر ماركت مع صوره البطاقه او الرقم القومي، وبيقدر ان هو يحصل من حوالي من 500 جنيه لحد حسب عدد افراد الاسره يقدر ان هو يحتاج مساعده. الطريقه الثانيه يا فندم اللي هي ليها علاقه او الموضوع الثاني اللي هو اعطاء الامل. احنا اكيد كلنا حاسين بالظروف الاقتصاديه وحاسين ان يعني الازمه اللي احنا يعني هنا نتيجه عالميه كلنا بنمر بيها في العالم كله، يعني مش حتى مصر بس. وهذه الظروف احنا مش معترفين ان هي موجوده، بس احنا دايما واحنا بنعمل كده بنقول للناس ان احنا هنقدر نعديها سوا. فبيبقى المتطوعين وخاصه انا بتكلم عن صناع الحياه ومتطوعين صناع الحياه موجودين في كل محافظات مصر، بمبادره ان هم نشر البهجه ونشر الامل. هم بيقابلوا هم البسيطه، بيقابلوا الاماكن الحكوميه، بيروحوا حاجات كتير جدا علشان ينشروا بهجه وينشروا بحاجات بسيطه جدا يعني غير مكلفه تماما، ولكن هو فكره ان احنا كتف في كتف وبندي لبعض الامل وبنساعد بعض. بمجرد من اول اليوم كده بنقابل حد نقول له ابتسم، نقول له خلي بالك اليوم النهارده ان شاء الله ده كويس، ان شاء الله هنعدي الازمه دي. يعني احنا بنعتبر ان توزيع الامل او توزيع الامل احسن ممكن يكون كده يعني افضل من المواد الغذائيه، فاحنا بنعمل حاجتين ان شاء الله. نعم أستاذ أحمد، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك.